السلام عليكم. اليوم جبت لكم حاجة شوية قديمة لكن حاجة براتيك اللي هي جيزي وبسماس، معناها لا بوسيبيليتي انكم تبعتوا دي اساماس من الاورديناتور تاعكم ديريكتومون. دونك باش تنجموا تبعتوا دي اساماس ديريكتومون من الاورديناتور تاعكم فيغ اي نيميرو تليفون اوتيا اللي هو جيزي والى الو، لازم يكون عندكم تو دابور اون بوس جيزي، دوزيامون لازم تماركيو سور انترنت. دونك اول حاجه نديروها نفتحوا المتصفح الانترنت الخاص بينا، نروحوا جوجل. هذا في حاله بيان سور انك ما تعرفش ديريكتومون لو سيت ويب، نكتبوا جيزي ويب اس ام اس، يعطينا ديريكتومون لو سيت جيزي ويب اس ام اس. ندخلوا لو سيت تاعنا، لكن عندك ان كونت ديجا في لو سيت، معناها ماركيتي قبل ديجا، تحط هنا ديريكتومون نيميرو تليفون تاعك بلس لو مود باس ودير فاليدي. لكن في حال تكون انك ما عندكش ان كونت مش كماركي مع لو سيرفيس، تجي ديريكتومون لانسكريبسيون، تعمر نيميرو تليفون، لو نون اي لو برينوم، لادريس ايميل تاعك، لا دات دو نيسونس، لو سيكس اكسيتيرا. كي تكمل تعمر الكوردوني هذوما كل دير فاليدي. ابري ما دير فاليدي ديريكتومون يجيك ان اس ام اس في التليفون تاعك فيها مود باس، ترجع ديريكتومون للاباج الاولى وتحط نيميرو التليفون تاعك. وبيان سور تحط المود باس اللي جاك في الميساج هذاك ودير له فاليدي. دخلنا الانترفاس تاع لو سيت، سي الانترفاس جينيرال، ديريكتومون نكتبوا لو نيميرو تليفون 07 72 31 باغ اكزومبل 23 82 لو نيميرو تاعي، وهنايا نكتبوا لو ميساج 3g algerien.com ونديروا له فاليدي ونستناو شويه. ديريكتومون جينا لو ميساج، هاو جاني لو ميساج.